ورحمة الله وبركاته، معكم رياض بدر من كلية العلوم والتكنولوجيا خان يونس. راح نحاول نعمل موديلينج لشاشة LCD ونعرض عليها جوا الشاشة مشهد صغير. راح نيجي في البداية نختار بوكس، هذا البوكس عشان يمثل شاشة LCD تبعتنا. اوكي، راح نجي نعمل له إيديت بولي، البوليجون، اختار بيفل ونشوف ايش راح يصير معنا. اعمل حافل صغيرة للاطار تبع الشاشة واي ابلاي، وبعدين ندخلها شوية لجوا بهيك شكل. اوكي، صافي، عندي شاشة LCD بسيطة ومتواضعة. راح اجي باليمين، انا عايز تبقى edit polygon بالشكل هذا، convert to edit poly. اوكي، ليش انا حولتها ل edit poly بالشكل هذا؟ عشان استخدم الماتيريال على البوليجون لحاله بالشكل هذا. انا في الحالة هذه لو انا جيت عملت ماتيريال وهذا خليت لونه على افتراض ازرق وعلمت على الماتيريال تبعتي واعطتها الساين وعلمت على الماتيريال الجزء الثاني edit select inverse واعطيتها لون رمادي، راح الاحظ ان انا استطعت ان انا الون الشاشة للونين، لون خليه يبقى احمر اوضح أو أزرق غامق، لون أزرق ولون. هذه الطريقة كان بينفعش أعملها إلا باستخدام واحدة من تنتين، يا إما أحول الشكل تبعي لكونفيرت تو إيديت بولي، أو إن أنا أستخدم مالتي سب أوبجكت الموجودة هان. أنا في الحالة هذه حولت الجسم تبعي لإيديتابل بولي، كونفيرت تو إيديت بولي، عشان أنا أستخدم الطريقة هذه. أوكي، راح أجي الماتيريال هذا أنا عايزه يبقى هو الإطار، عايز يبقى اسود اطار الشاشة، عايز يبقى له لمعة عشان يعطيني احساس انه جسم بلاستيكي او ما شابه. اجي امر انتظر اشوف. اوكي، هيك شكل جيد. لو انا خليته اسود تماما شوف ايش راح يعطيني. اوكي، انا اللي عايز اعمله لقيت ان انا راح اعرض محتويات في الشاشة، بدل ما اعرض لون ازرق انا راح احط صورة عندي، بدل ما احط صورة انا راح احط فيديو بيتماب. انا في عندي خيارات ان انا بقدر اختار AVI. AVI عندي مجموعة من المشاهد، راح انقي مشهد معين منهم وليكن هذا المشهد، اسف. اوكي، اوبن. لو لاحظت خلي شو هنا، لو لاحظت وعملت بلاي راح الاحظ انه في عندي عرض فيديو موجود، هاي السمكة بتنط وترجع مكان. اوكي، انا عايز اعمل مش شاشة واحدة، مجموعة من الشاشات. راح ارجع الشاشة تبعتي هذه واجي على تول، هاجي اسمها هيك شكل تول، واري
قول لي انت مش علمتش على ولا جسم، هنا علمت على الجسم تبعي طول واري. الاري تبعتي انا عايز الجسم يتكرر 4 مرات على محور الاكس اللي هان، وراح ازيح القيمة تبعتهم، اعمل بريفيو عشان اشوف شو بصير معي، وازيح على محور اكس بهيك شكل. كمان انا عايز الجسم تبعي على محور الزد يتكرر 4 مرات على محور الزد بهيك شكل. اوكي، هاي عملت مجموعة من الشاشات تعرض محتوياتها مرة واحدة. انا بنفع حلقيت اجي اعلم على الشاشات دي كلها واختار UVW map واختار من عندي بلان، والبلان احاول الاقيه. اه هيو البلان جاي هيك، وبالتالي ما مش راح يعرض يعمل اشي. حاول نكبره برضو مش راح يصير عندي اشي، لازم اعمل له دوران. عشان اعمل له دوران بختار جزمه بعمل دوران بهيك شكل. راح الاحظ دوران بنسبة بدرجة 90 درجة او بمقدار 90 درجة بهيك شكل. بنفع بعمل الدوران هذا، ازيد القيم تدريجيا واعدل يدوي، وبنفع اعدل من خلال برنامج 3 دي ماكس اوتوماتيك، اقول له فيت يعدل لي المشهد اللي قدامي. لو انا اجيت عملت بلاي هالجيت راح الاحظ انه جميع الشاشات بتعرض مشهد واحد. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.